السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في المشهد التونسي، حلقة جديدة تأتيكم من قناة المغاربية. نشرت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية تقريرا مفصلا عن تهديدات تنظيم الدولة في المنطقة المغاربية، حيث اعتبر التقرير أن المغرب الكبير دخل بشكل ما في طموحات أبي بكر البغدادي. وذكر التقرير أن الخوف من تهديدات فرع التنظيم في شمال إفريقيا لا يقتصر على دول المنطقة فحسب، بل يتعداه إلى أوروبا. وقسم التقرير دول المنطقة المغاربية حسب تواجد عناصر التنظيم وقوته، معتبرا أن الجزائر وتونس توجدان ضمن نفس الدرجة. هذا وكشف التقرير للكونغرس الأمريكي أن تونس ستكون منطقة محتملة لصراعات إقليمية قادمة. مشاهدينا الكرام، قبل الشروع في الحوار أرحب في البداية بالخبير في العلاقات الدولية والدبلوماسي التونسي السابق الأستاذ سمير بن عبد الله. أدعو الأستاذ سمير إلى أن يتابع معي بداية هذا التقرير، ثم نعود لفتح النقاش. وزير الداخلية التونسي نجم الغرسلي قام أمس بتعيين 4 مديرين جدد في إدارات الأمن العمومي والمصالح الفنية والتفقدية العامة، كما تم أيضا التخلي عن الجنرال عثمان الغضباني المدير العام للأمن الوطني، وتم حذف الخطة نهائيا ليعود الملف بالكامل إلى إشراف الوزير مباشرة. وقام وزير الداخلية بإقالة سيف الدين عبد اللطيف المتفقد العام للأمن، والذي أثارت قرابته من زعيم تنظيم أنصار الشريعة جدلا كبيرا داخل أروقة وزارة الداخلية. وتأتي هذه التغييرات في صلب الوزارة في خطوة من الوزير الجديد للداخلية لإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية حتى تستجيب للتحديات الجديدة والخطر المتصاعد للجماعات المسلحة. إلا أن هذه التغييرات لن تخفي القلق المتزايد من التجاوزات المتزايدة لرجال الأمن وخشية المجتمع المدني التونسي من عودة الدولة البوليسية وتغول المؤسسة الأمنية التي كانت تخنق أنفاس التونسيين. تجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول لحبيب الصيد هو نفسه من كان سابقا وزيرا للداخلية. وكان تقرير أمريكي حول الانتقال السياسي في تونس صادر عن خدمات البحوث في الكونغرس قد كشف أن تونس ستكون منطقة محتملة لصراعات إقليمية بين أيديولوجيات سياسية متعارضة وجماعات متطرفة عنيفة. وأشار التقرير إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما اقترحت على الكونغرس رصد 134 مليون دولار مساعدات لتونس للسنة المقبلة، وهو ضعف المبلغ الذي طلبته الإدارة الأمريكية العام الحالي. ويعود القسم الأكبر من هذه المساعدات إلى الملف الأمني، في إشارة إلى الوعي الأمريكي المتزايد بالمخاطر التي تتعرض لها تونس والالتزام الأمريكي باستمرار هذه الرعاية والدعم منذ الاستقلال الحكومة التونسية أمام تحديات ثلاث: دعم الحرية المدنية، محاربة الإرهاب، وتحسين مستوى العيش للمواطنين، والتوازن بين هذه المطالب. إذن مشاهدينا الكرام، أرحب بكم من جديد، كما أرحب مرة أخرى بالأستاذ سمير بن عبد الله الخبير في العلاقات الدولية والدبلوماسي التونسي السابق، وانضم إلي كذلك الآن عبر الهاتف من تونس الأستاذ صالح عطية الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بضيفي. أبدأ بالأستاذ سمير بن عبد الله. أستاذ سمير، التقرير الأمريكي، تقرير الكونغرس الأمريكي قبل أن يقرر مساعدات لتونس في هذه السنة وحتى السنة المقبلة، هذا الكونغرس لجنته المتعلقة بالدراسات أصدرت تقريرا يتحدث على أن تونس ستكون منطقة محتملة لصراعات إقليمية. ما طبيعة هذه الصراعات بتقديرك؟ أولا صديق العزيز، للتوضيح، السيد رئيس الحكومة الحبيب الصيد شغل منصب وزير الداخلية بعد الثورة، لم يشغل هذا المنصب يعني في ظل النظام السابق. طبعا طبعا هذا معروف يعني. نعم معروف. لا، للسادة المشاهدين للتوضيح، كان صحيح كان وزيرا للداخلية بعد الثورة في عهد رئيس الحكومة السيد الباجي قائد السبسي الذي هو رئيس الجمهورية الحالي في تونس. اوكي استاذ سمير، طبعا هذا لا يعني، طبعا هذا للتذكير كذلك، أن الرجل كان مدير لديوان وزير الداخلية في عهد بن علي كذلك. لا، كان رئيس ديوان. اي رئيس الديوان. يعني الرجل عنده الحس الامني والطبيعه الامنيه موجوده فيه. لم يتحمل مسؤوليه سياسيه يعني.
نعم هو نعم. كان رئيس ديوان يعني موظف كبير يعني نعم موظف الدولة بالفرنسية نسميه ان كومي دو ليتا نعم. يعني لم يتحمل مسؤولية سياسية في الإشراف على مواليد وزارة الداخلية. هذا للتاريخ ليس دفاعا عنه طبعا طبعا ولكن لإعطاء كل حق حقه طبعا. وهذا هو يعني من باب الأمانة التاريخية. العودة إلى التقرير الأمريكي، شخصيا أرى فيه الكثير من التهويل أن تونس ستكون منطقة يعني لصراعات إقليمية نعم. وجهوية يعني على مستوى شمال إفريقيا. للتذكير فقط، وهذا ما يجمع عليه جميع الخبراء والفنيون والمحللين، أن تونس يعني ظاهرة الإرهاب يعني في تونس تاريخيا هي ظاهرة دخيلة، هي ظاهرة أجنبية عن المجتمع التونسي. المجتمع التونسي هو مجتمع وسطي معتدل يعني متسامح. ظاهرة الإرهاب مثل ما قلت هي ظاهرة يعني دخيلة، ظاهرة يعني معزولة. هناك ضربات إرهابية تقع يعني بالليل بمناطق جبلية، والحمد لله الإرهاب لم يتجرأ وليست له الإمكانات للنزول إلى المدن مثل ما حدث في سنوات الجمر بتسعينات القرن الماضي بالجزائر الشقيقة. يعني هو يتصيد وجود دوريات أمنية معزولة من 3 أو 4 أفراد للإنقضاض يعني عليها، واستغل كذلك الوهن والضعف الذي أصاب الدولة التونسية بعد الثورة. ولكن والحمد لله هذا أقول، هذا هو الواقع، نحن نعيش بتونس والتونسيون السادة المشاهدين من تونس يدركون ذلك أن الحياة متواصلة طبيعية في تونس. هناك تحسن كبير للأوضاع الأمنية، هناك ضربات إرهابية معزولة ولكنها تقريبا محصورة بمنطقة القصرين. طيب أستاذ سمير، سيد سمير، يعني سيد سمير، لماذا إذن هذا التهويل بتقديرك؟ لماذا الأمريكان يهولون من الوضع هذا في تونس؟ هناك خبر يعني تداولته الصحف مؤخرا وخبر صحيح، هناك وفد رفيع المستوى من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور جون ماكين زار تونس والتقى برئيس الجمهورية وطرح عليه مسألة، هي مسألة كانت مطروحة حتى في ظل نظام الرئيس السابق بن علي، إقامة قاعدة عسكرية أمريكية بالجنوب بدعوى التصدي للإرهاب في منطقة شمال إفريقيا وحتى مالي. وكان موقف الرئيس التونسي يعني صلبا وثابتا أن سيادة تونس على أراضيها خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي شكل من الأشكال. يعني التواجد الأجنبي الأمريكي غير مطروح بالمرة، وتونس ترفضه بالمرة. ولو أنفقت أمريكا ميزانيتها كاملة على تونس تجوع الحرة ولا تأكل بثديها. هذا موقف وطني نحييه، لا مكان، وهذا خط أحمر أؤكد عليه. سيد سمير، تواجد أمريكي عبر قاعدة عسكرية للتصدي بدعوى التصدي المزعوم طيب. يعني للإرهاب. إذن سيد سمير، في نفس هذا الإطار اللي أنت تتحدث فيه الآن، جاء التحذير الأمريكي للرعاية الأمريكان بعدم التواجد في منطقة الشعامبي، كان هذا في 26 من شهر فبراير المنصرم. يعني أكيد يعني ليست أمريكا فقط، أعتقد أن هناك دول أوروبية أخرى مثل فرنسا تنصح باعتبار أن تونس دولة سياحية وتستقبل سياح، يعني تنصح رعاياها بعدم الاقتراب. أولا الشعامبي هي منطقة عسكرية، يعني لا يمكن الدخول لها حتى في الأوقات العادية، هي منطقة عسكرية لا يمكن اجتيازها. وبالنظر إلى الظروف الأمنية الحساسة الآن، يعني هذا التحذير الأمريكي لا يمكن بأي حال من الأحوال التهويل. وأعتقد أن هذه التقارير الأمريكية دائما تمهد لشيء مثل ما وقع ضرب العراق الشقيق بدعوى امتلاك صدام حسين لأسلحة كيميائية بان زيفها فيما بعد. أمريكا تحذر عبر هذه التقارير لأعمال يعني عدوانية بدعوى التصدي للإرهاب. نحن لسنا بحاجة للدعم الأمريكي أو للمساندة الأمريكية للتصدي لهذا الإرهاب. هو شأن تونسي طيب. وشأن جزائري، وهناك تعاون كبير مع الشقيقة الكبرى الجزائر، تعاون مكثف للتصدي لهذه الظاهرة التي تضرب جسد الأمة العربية. طيب خليك معي أستاذ سمير، سأعود إليك. ورحب مجددا بالأستاذ صالح عطيل الكاتب والإعلامي التونسي. أستاذ صالح، كنت أستمع لما يقول الأستاذ سمير بن عبد الله أن هناك تهويل أمريكي، الأمر ليس بهذا الشكل. هل الأمر كذلك، خاصة إذا أخذنا بالاعتبار أن التقرير الذي نشرته وكالة أسوشيتد بريس
تحدث على أن فرع داعش في شمال إفريقيا لا يقتصر تهديده على الشمال الإفريقي بل يتعداه إلى أوروبا. بداية تحية ليك أستاذ سمير وإلى ضيفك الأستاذ سمير أيضا. مرحبا. وإلى مشاهديك الكرام في كل مكان. أعتقد أنه ما تفضل به الأستاذ سمير دقيق للغاية وأنا أشاطره في كثير مما أورده في مداخلته. يعني الولايات المتحدة الأمريكية الآن تبحث أولا عن سوق لتسويق السلاح، لتسويق الكثير من معناها المسائل التقنية واللوجستية المتعلقة بالأمن، وإذا ما يعني ركدت أسواق السلاح ومصانع السلاح في أمريكا وفي أوروبا لمن ستسوق إذا لم تقوم الولايات المتحدة وأوروبا نفسها بافتعال مثل هذه الأزمات والصراعات، مفهوم الصراعات الإقليمية بداعي الإرهاب وبداعي التطرف والتشدد وما إلى هنالك. ليس معنى هذا مطلقا أنه ما ثماش إرهاب أو ما ثماش معناها تشدد وتطرف، هذا موجود. ولكن أتحدث هنا عن هذا التقرير الأمريكي اللي حاول أن يقدم صورة أنا أعتقد أنها قاتمة ومبالغ فيها ربما لتحفيز الناس في تونس هنا على يعني البقاء في منطقة الحذر واليقظة من الوضع القائم. وهذا ربما إذا شئنا أن نفهمه بطريقة أخرى مختلفة أستاذ سمير، وهي أنه يعني هنالك خشية الآن من الاستثمار في الديمقراطية غربيا الآن. وما يجري في بعض دول الربيع العربي باستثناء تونس أعتقد أنه أخاف كثيرا الغرب، ولذلك الآن هنالك تراجع في حجم ما إزاء العملية الديمقراطية في العالم العربي وخاصة في دول ما يعرف بدول الربيع العربي. وأعتقد أنه هذا من هذه الزاوية يمكن أن نتفهم الطرح الأمريكي بالإضافة إلى الزاوية التي كنت أتحدث عنها وهي قضية تسويق السلاح وتسويق مصانع السلاح وبالتالي الحصول على أموال، وهذه قصة كبيرة منذ الحرب على العراق إلى الآن تستمر في العالم العربي، تستثمر الطاقات الموجودة في العالم العربي من غاز وبترول وما إلى هنالك في هذه العملية الأمريكية التي لم تتوقف إلى حد الآن. لكن دعني أقول أيضا أنه هذا التصخيم الأمريكي هو في الحقيقة ناتج أيضا عن تصخيم تونسي هنا. يعني هنا في تونس بشكل رسمي السلطات الرسمية نقابات الأمن بعض وسائل الإعلام أيضا تعتمد مثل هذا الخطاب الذي يهول القضية الإرهابية في تونس إلى درجة كبيرة ويقدمها كبعبع من أجل ربما تبرير سياسات اجتماعية واقتصادية معينة وتبرير الالتفاف على المسألة الديمقراطية وعلى قضية الحريات والالتفاف أيضا على المسار الديمقراطي وعلى المسار الذي أنتجته الثورة التونسية وما تلاها من مخاضات مختلفة. إذن هو سيناريو في تقديري يراد له أن يقنع التونسيين في السلطة وفي المعارضة وفي المجتمع المدني، ويبدو لي أنه لم يجد إلى حد الآن يعني ربما عفوا عمل لم يجد إلى حد الآن من ينصت إليه بشكل واضح. طيب. وهنالك انتقادات لهذا الموضوع من أطراف سياسية عديدة ومن مثقفين ومن غيره. نعم. فقط جوقة تسويق الإرهاب هي التي تحاول أن تستخدم هذا التقرير و تقدم للتوانسة على أساس أنه طيب الحكمة البالغة. خليك معي أستاذ صالح سأعود إليك. أستاذ سمير بن عبد الله أعود إليك من جديد، هل توافق الأستاذ صالح حينما يقول أنه تضخيم الأمريكي يصحبه كذلك تضخيم تونسي داخل من أجل كأنه تسويق للإرهاب لأغراض سياسية؟ يعني والله أنا أشاطر معناها المداخلة القيمة لصديقي العزيز والصحفي المتميز يعني صالح عطية الذي أعرفه منذ زمان يعني بجريدة الصباح. نعم. أشاطره الرأي. أنا معناه مشكلة المثقفين والنخب التونسية وحتى العربية هي هناك قضايا أساسية يجب أن نضعها بعيدا عن التجاذبات السياسية والمزايدات الإيديولوجية. خطر الإرهاب قائم موجود يعني ليس في تونس فحسب، موجود في ليبيا الشقيقة، في الجزائر، في المشرق العربي، باليمن، بسوريا، بالعراق. هذا داء يفتك بالديمقراطية وبجوهر العملية الديمقراطية، هو يحمل السلاح لفرض مقولات لا علاقة لها بالإسلام وبالخلافة إلى غير ذلك. يعني الخطر قائم ولابد للتصدي له. هناك مقاربة شاملة يعني مقاربة أمنية بالأساس وهناك مقاربة سياسية. أعتقد أن المسألة تستدعي وحدة صف ووحدة مقدسة لجميع
التونسيين بقطع النظر عن انتماءاتهم السياسية سواء إسلامية أو يسارية طيب. أو ليبرالية، ولا بد من وحدة مقدسة للتصدي لهذا الإرهاب، لأن العملية الديمقراطية أستاذ سمير أنا أرد أن يكون جواب واضح أكثر. هل هناك نعم. توظيف سياسي من بعض الأطراف السياسية في تونس لمسألة الإرهاب؟ أكيد في تونس حتى الهواء مسيس، يعني التوظيف موجود، يعني أي حاجة تحصل طيب. بالبلاد حتى الفيضانات، يعني كارثة يعني طبيعية قاعد توظيفها سياسيا يعني مؤخرا بمنطقة الشمال الغربي. نعم. أعتقد أن هذا يضر بالعملية السياسية ويضر بالسياسة القائمة على القبول بالآخر والقائمة على الحق في الاختلاف. هناك قضايا مصيرية لا تحتمل هذا التوظيف السياسي، مثل قضية الإرهاب التي هي العدو رقم واحد للديمقراطية. الديمقراطية تقوم على التداول السلمي على السلطة مثل ما حدث في تونس في الانتخابات الأخيرة. الإرهاب يقوم على تغيير السلطة بالعنف بالسلاح، وهذا ضد جوهر العملية الديمقراطية. لذلك لابد من التوظيف موجود، هذا معناه جواب مباشر. نعم. التوظيف موجود من هنا وهناك، وهذا عيب يعني من كل أطراف. يعني حرام طيب. عندما نشاهد جندي يذبح هكذا ليلا غدرا، تجد من بعد دقائق على بشبكات التواصل الاجتماعي توظيف سياسي لعملية غادرة. هو تونسي وذلك دم تونسي، والدم التونسي لا يجب تسييسه من أي طرف كان. هو طيب. تونسي، نحن نحميه واضح. ونحن نتصدى للإرهاب. طيب خليك معي أستاذ سمير. سيد سمير خليك معي سأعود إليك. أستاذ صالح، هذا التوظيف السياسي اللي هو صار كما يقول أستاذ سمير موجود ومفضوح وكل شيء مسيس في تونس حتى الكوارث الطبيعية، لماذا النخبة السياسية يعني تعمد إلى استعمال وتوظيف هذا الخطر الإرهابي اللي هو قائم ولكن ليس بالنسبة التي يتحدث بها؟ هل لأنها ما عندها ما تقدم في نهاية الأمر للتونسيين؟ هل خواء الزاد المعرفي إن صح التعبير وقلة البرامج اللي ممكن لهذه القوى السياسية أن تقدمها وتقنع بها التونسي يدفعها لتهويل أمر الإرهاب وكأنه هو البرنامج لكل الأحزاب السياسية تقريبا؟ دعني أولا أستاذ سمير أضيف شيئا مهما في سياق الحديث عن قضية الإرهاب وهذا التقرير الأمريكي، بالقول بأنه هنالك أيضا مسعى أمريكي منذ فترة، ودعني أقول منذ ربما الاعتداء على السفارة الأمريكية في تونس هنا، يعني اشتعل الضوء الأحمر أمام الأمريكان، وخاصة بعد ما التطورات التي حصلت في ليبيا على مستوى ما يعرف بالإرهاب هناك. هناك إذا محاولة أمريكية في أعقاب هذه التطورات كلها لإعادة هيكلة المنطقة المغاربية. أنت تعلم جيدا والسادة المشاهدين، وأعتقد أنه الأستاذ سمير بن عبد الله يدرك هذا جيدا، أنه في منتصف تسعينيات القرن المنقضي طرحت الولايات المتحدة يعني مشروع ما يعرف بمشروع إيزنشتات الاقتصادي والاجتماعي والمالي من أجل النهوض بالمنطقة المغربية كسوق جامعة يعني أو متجمعة. نعم. لكن الآن لا نسمع هذا الصوت يتعالى في الولايات المتحدة الأمريكية في علاقة بالمنطقة المغربية، وبالتالي هنالك هاجس أمني أمريكي لإعادة هيكلة هذه المنطقة من الناحية السياسية والأمنية باتجاه الحفاظ على المصالح الأمريكية. وهذا يصب في اتجاه ما تفضل به أستاذ سمير منذ حين في قضية القاعدة الأمريكية هنا في الجنوب التونسي على التماس مع ليبيا بداعي يعني محاربة الإرهاب ومكافحته وصده عن تونس وعن ليبيا. وبالتالي هنالك إذن يعني رغبة أمريكية في إعادة هيكلة الوضع الأمني في المنطقة المغربية. هنالك هاجس أمني يغلب على الطرح الأمريكي إزاء دول شمال إفريقيا بشكل عام، وخاصة تونس ليبيا والجزائر، ربما المغرب موجودة على تماس آخر من هناك يعني، ولذلك أقل خطرا بالنسبة لأمريكا وفي في التصور الأمريكي. آتي إلى سؤالك هنا حول النخبة التونسية. الحقيقة يمكن أن يعني أجيب بجملتين خفيفتين هنا. يعني النخبة التونسية بعد الثورة، وربما كانت حتى قبل ذلك بقليل في مرحلة بن علي أساسا، حرصت على محاربة خصم سياسي محدد وإقصاءه من البلاد واستئصاله بشكل نهائي. لم تنجح هذه العملية خلال
فترة بن علي ربما كان كالنار تحت الرماد كما يقال، بقي هذا الخصم، ولكن بعد الثورة ظهر هذا الخصم، وتحدث هنا عن حركة النهضة تحديدا الذي تجيشت ضده أو ضدها العديد من الأطياف السياسية في تونس، لأنه يعتقدون أنها خصم سياسي لدود لهم، وبالتالي بحثوا عن استئصال وربما إقصاء هذا الخصم أكثر مما بحثوا عن شراكة معه أو عن محاورته أو عن ربما إذا ما كنت أتمناه جلبه إلى المساحة التي يتحرك فيها اليسار ويتحرك فيها الليبراليون أكثر من مناكسته على طول منذ 3 سنوات تقريبا، لم يتهدأ هذه المناكسة. أيضا لابد أن نتذكر هنا جيدا أن نحط في الاعتبار بشكل واضح أستاذ سمير حتى لا أطيل، أن النخبة التونسية لم تتربى على الديمقراطية تاريخيا، يعني ولذلك المعركة من أجل الديمقراطية وئدت منذ الصراع من أجل دولة الاستقلال في منتصف خمسينات القرن المنقضي، والمجلس القومي التأسيسي في تلك الفترة عجز عن استثمار المسألة الديمقراطية بشكل مبكر، طرحت ولكنها لم تنجح، هذا المطلب لم ينجح وظل معطلا وظل غير منجز إلى حدود الثورة التونسية، وبالتالي كل النخب التونسية مورطة في ربما معارضة المطلب الديمقراطي أكثر من المطالبة به. لم يظهر هذا المطلب إلا في نهاية تسعينيات القرن المنقضي، خاصة مع بعض الأحزاب التي تعد على أصابع اليد، البقية الباقية انخرطت في مشروع مكافحة المطلب الديمقراطي في نهاية الأمر، لأنه اتخذ هذا الخصم السياسي كذريعة للانتفاف على المطلب الديمقراطي. الآن يستعاد هذا الخطاب من جديد للأسف، وبالتالي الإرهاب هنا يتخذ كذريعة وربما كوقود لإشعال نار يعني الإقصاء السياسي وإشعال نار الالتفاف على المطلب الديمقراطي. شكرا لك أستاذ صلاح عطية الكاتب والإعلام التونسي، شكرا جزيلا لك. أستاذ سمير، في سؤال سريع وإجابة كذلك لو سمحت. طبعا الموضوع هذا محاربة الإرهاب ليس موضوعا سهلا ولا يسيرا، تكاتف الجهود مطلوب فيه. هل تتصور أن الحكومة الحالية الموجودة لها برنامج في هذا الإطار؟ هل قادرة على أن تبقى متماسكة فيما بينها من أجل مواجهة والتنقيص من خطر ما يسمى بالإرهاب؟ التقرير الذي تفضلتم ببثه في بداية هذه الحصة حول إعادة هيكلة وزارة الداخلية، يعني نشهد سلسلة من التعيينات في المواقع المتقدمة، المواقع الأمنية المتقدمة يعني، وتحييد وزارة الداخلية عن التجاذبات السياسية وتسمية خبرات معناها مشهود لها يعني بالتجربة على رأس المصالح المعنية بمقاومة الإرهاب. هذه يعني خطوة أولى على الطريق الصحيحة، وليست لها علاقة بتاتا بمسألة الحريات، لأن مسألة الحريات هي مكسب لا رجوع فيه، مكسب تاريخي حققته ثورة 14 جانفي، ولا يمكن لأي حكومة يسارية أو يمينية أو إسلامية الرجوع في هذا المكسب. أعتقد أن تونس في قطعت الخطوات الأولى السليمة والصحيحة باتجاه معناها مقاومة الإرهاب، ومثل ما قلت منذ حين لابد من وضع استراتيجية متكاملة للتصدي لهذه الآفة، يعني استراتيجية أمنية، استراتيجية اجتماعية، ثقافية، تعليمية، وهذه ليست مسؤولية الحكومة فقط، هي مسؤولية الدولة، مسؤولية المجتمع المدني، مسؤولية كل تونسي المدعو إلى اليقظة والتصدي لهذه الآفة. شكرا جزيلا أستاذ سمير بن عبد الله الخبير في العلاقات الدولية وسفير تونس السابق في بيروت، شكرا جزيلا لك على هذه المساهمة. أرحب مشاهدي الكرام الآن بانضمام الأستاذ الجامعي والخبير الأمني السيد سمير حمدي معي من تونس عبر الهاتف. سيد سمير مرحبا بك، حديثنا حول ما أذيع أخيرا من تقرير أمريكي وتقارير ربما حتى داخلية تتحدث عن خطر الإرهاب، توسع خطر الإرهاب، بل إن التقرير الأمريكي يتحدث عن صراعات محتملة إقليمية ستكون ربما في تونس. هل الأمر كذلك أم أن هناك تهويلا أمريكيا للوضع؟ أكيد أن هذا يعتبر نوع من التهويل. في الواقع الإرهاب لا أحد يشك في أنه أصبح اليوم ظاهرة عالمية،
تمتلك تنظيما وتنسيقا عالميا وترابطا عالميا عابرا للحدود، لا فقط على المستوى الأفقي حيث نلاحظ ترابط بالإرهاب تقريبا من أفغانستان حتى إلى الحدود الليبية، وربما حتى على المستوى العمودي حيث نجده فهمت ربما يعبر الصحراء أو ما وراء الصحراء إلى مالي وإلى إلى إلى وسط إفريقيا وربما حتى إلى جنوب. هذا التوسع للإرهاب في الواقع يفترض تنسيقا دوليا لمواجهته، تنسيقا دوليا لمواجهته، لا فقط تنسيقا سياسيا ولكن كذلك تنسيقا عسكريا أو ربما حتى أعمق من ذلك تنسيقا اقتصادي. لكن الإشكالية أن هذا التنسيق يجب كذلك أن لا يمس بالسيادة الوطنية، ويجب كذلك أن لا يدفع الدول ربما التي مهددة أو ربما بشكل مباشر أو غير مباشر أن تدخل أحيانا في حرب لا تخصها. ما المقصود بذلك؟ المقصود بذلك أن يبدو وكأن أن هناك توجه ربما من بعض القوى الغربية إلى دفع حتى الدول التي لم تنخرط مباشرة في هذه الحرب إلى الانخراط فيها، وهذا في الواقع ربما يحمل على عديد التساؤلات أو ربما يحمل ربما إلى البحث في خفاياه. الواقع أن ما يسمى أو مواجهة الإرهاب لا يمكن أو لا يمكن القضاء عليها فقط أو لا يمكن مواجهة هذا الإرهاب فقط بالضرورة تحت الخيمة الأمريكية. نعم. يعني طيب. بالإمكان أستاذ سمير بالإمكان هل بالإمكان فعلا هل تملك تونس القدرة على مواجهته؟ يعني الكثير يقول أنه في نهاية الأمر دول كبرى ولم تستطع محاربة الإرهاب، التعاون الأمريكي مع الجانب الأمريكي والجانب الأوروبي في نهاية الأمر ضروري يعني. ولكن كذلك يجب أن نعرف أن هناك دول صغرى كذلك واجهت الإرهاب، يعني الدول الكبرى لم تستطع مواجهته ولكن هناك دول صغرى واجهت، يعني أن الخيار أو خيار الاستناد إلى ربما التدخل الأجنبي ليس هو الخيار الوحيد أو الخيار الذي وإن يبدو أنه يحاول أن يصوره على أساس أنه الوحيد، ذلك أن مواجهة الإرهاب يمكن أن تتم مثلا عبر تحسين التجربة الديمقراطية، يمكن أن تتم كذلك عبر تعزيز التعاون الإقليمي وخاصة مع دول الجوار، يعني يمكن أن تتم مواجهة الإرهاب ليس فقط بضرورة تدخل الأجنبي دولي غربي أوروبي أو أمريكي، يمكن أن تتم مواجهته بالأساس بتعزيز التعاون الإقليمي وخاصة مع دول الجوار كالجزائر والمغرب وبعض فهمت ربما الدول الشقيقة والصديقة. كذلك يمكن مواجهة الإرهاب بتحسين التجربة الديمقراطية، يعني نعلم جيدا أن أكبر حصن يمكن أن نواجهها بالإرهاب هو الوحدة الوطنية، هذه الوحدة الوطنية التي يمكن التي لا يمكن أن نضمنها إلا بشروط معينة. أول الشروط هو تعزيز التنمية الاقتصادية سواء كان ذلك على مستوى الفئات أو على مستوى الجهات، تحسين التجربة الديمقراطية وذلك بمنع أي شكل من أشكال عودة الاستبداد، تعزيز الحزام المدني أو حزام المجتمع المدني. نعم. نحن نعلم جيدا أن وجود حزام المجتمع المدني من الجمعيات وكذلك من كل الفئات من مثقفين ومن مختلف ربما الجمعيات المدنية والهيئات المدنية من شأنه كذلك أن يحسن الدولة ضد هذا الإرهاب. كذلك يمكن أن نقول أن يمكن التحصين ضد الإرهاب بتشجيع الحركات السياسية المعتدلة بفتح المساحات لها لتشجيعها على المشاركة في الشأن السياسي. واضح. كل ذلك يمكن من شأنه طيب. أن يحسن بلدا مثل تونس، أن يحسنها من هذا الخطر الخطر الإرهاب. يعني ما أريد أن أقوله أن ربما الاعتماد على التدخل الأجنبي وخاصة الغربي والأمريكي حتى وأن أريد له أن أو صور على أنه الخيار الوحيد، هو ليس الخيار الوحيد، هناك خيارات أخرى بل لعله الخيار الأسوأ. أحسن خيار هو الاعتماد على القدرات الذاتية طيب. وكذلك على قدرات دول الجوار ودول طيب. خليك دول معي أستاذ سمير. أستاذ سمير خليك معي سأعود إليك لو سمحت، ورحب الآن مشاهدينا الكرام بانضمام العميد مختار بن نصر الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية معي من تونس. سيادة العميد مرحبا بك، حديثنا حول طبعا هذا الخطر الذي صار يتحدث عنه الكل سواء في تونس ولا في دول الجوار، خطر الإرهاب
وتصريحات تصدر هنا وهناك من عناصر تنتمي لتنظيم الدولة، تقارير أمريكية تأتي وتتحدث عن الوضع الأمني في تونس، تقرير أمريكي الأسبوع الماضي يحذر الراعي الأمريكي من الاقتراب من منطقة أشعام، بتقرير آخر للكونغرس يتحدث على أن تونس ستكون منطقة محتملة للصراعات. هل بإمكان تونس أو كيف يمكن لتونس أن تواجه، أن تقلل من خطر هذا الإرهاب؟ هل لديها الإمكانيات لفعل ذلك؟ الإمكانيات الذاتية أقصد؟ نعم، هذا الخطر هو خطر حقيقي وهو تهديد حقيقي أيضا، لكن اتخذت العديد من الإجراءات في الحقيقة على المستوى الوطني للتصدي لهذه الظاهرة، واتخذت كل الإجراءات التي من شأنها أن تدرأ هذه المخاطر. نحن نعرف أن الإرهاب يتمركز ويستقر عند توفر ظروف موضوعية متعددة، منها أساسا ضعف الدولة، هشاشة الدولة، ضعف السلطة بصفة عامة، ضعف الجيش أو تردي الجيش، انتشار السلاح، إثنيات أو قبائل متناحرة، إلى غير ذلك من عدة الشروط الموضوعية. وكل هذه الشروط غير متوفرة اليوم في تونس. يعني هناك وحدة وطنية طيبة، هناك مجتمع وطني يقظ المواطن، جيش يعني له من القوة ما يكفي للدفاع عن حوض الوطن، أمن كذلك أصبح استرد قوته شيئا فشيئا. وبكل هذه المعطيات يمكن القول بأن الوضع في تونس تحت السيطرة، وكل ما يقال من مقولات حول داعش وإمكانيات الهجوم على تونس إلى غير ذلك أنا أراه يدخل في إطار الحرب النفسية وضرب لمعنويات هذه الجمهورية الناشئة وضرب لمعنويات الجيش والأمن. سيد العميد، هل كذلك التقرير الأمريكي اللي يتحدث على منطقة أن تونس ستكون منطقة صراعات محتملة إقليمية هو كذلك داخل في هذا التهويل والحرب النفسية؟ لا، هي المنطقة بكاملها هي منطقة صراعات اليوم. نحن نرى ما يحدث في ليبيا، رأينا ما حدث في الجزائر على امتداد العشرية الفارطة، نرى اليوم ما يقع في مصر. إذن هو على المستوى الإقليمي الجغرافي في منطقة جيوسياسة هي منطقة توترات ومنطقة صراعات، إلا أنها هذه الصراعات تتم بشكل مختلف من بلد إلى آخر حسب البنية الاجتماعية والبنية السياسية وتركيبة الدولة وكذلك قوة النظام وقوة أمنه وجيشه. نحن في تونس بعد الثورة يعني كان هناك ضعف وكانت هناك هشاشة على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي والتنموي وخاصة الأمني والعسكري، لكن أعتقد أن في هذه الأربع سنوات الفارطة استردت الدولة شيئا فشيئا قوتها، واليوم عندنا جمهورية منطلقة، عندنا حكومة يعني تم تكليفها بمهام محددة لخمس سنوات، نعم، عن رئيس منتخب وبرلمان منتخب، ويعني الجيش والأمن يعني في موقع يخول له أن يعني يحمي البلاد بشكل جيد. طيب، هم الوسائل هو في حاجة للدعم، لكن أظن أن الوضع اليوم تحت السيطرة في تونس. سيادة العميد، بعد تفجر الوضع في ليبيا، هل يمكن، البعض يسأل هكذا، هل يمكن أن تكون تونس هي الشريك المتقدم إن صح التعبير في محاربة الإرهاب، في الوقوف في وجه التنظيمات المسلحة خاصة الآتية زاد من الشرق ومن الغرب، تونس يعني؟ وهو كذلك، هي تونس اليوم هي واقفة وقفة حازمة في التصدي لهذه العناصر الإرهابية سواء كان على حدودنا الجنوبية أو الشرقية، وما نراه من ملاحقات أمنية وإيقافات متعددة. نحن نعرف فقط في سنة 2014 تم إيقاف أكثر من 1400 إرهابي يعني لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه العناصر الإرهابية، والمعركة متواصلة. هذه المجموعات ضربت في هياكلها، قياداتها الهامة فرت إلى خارج البلاد، هي موجودة اليوم في ليبيا وبالتحديد في درنة، يعني وبقي منها هو متمكن ببعض الجبال ولها كذلك بعض الخلايا النائمة. لكن كل هذا لا يمنع من القول بأن الوضع في تونس تحت السيطرة، ونتقدم يوما بعد يوم في طريق اجتثاث هذه العناصر. طيب يا أستاذ سيد مختار، بما أن الخطر هو كما ذكرت أنه خطر حقيقي وأن تضافر الجهود ضروري وأن التعاون التونسي الأوروبي والتعاون التونسي الأمريكي ضروري للحد والتقليل من خطر هذه المجموعات المسلحة، لماذا ترفض تونس وجود قاعدة أمريكية على أراضيها؟ أليس وجود هذه القاعدة يزيد من تأمين البلاد والحدود؟
لا لا، هي مقاومة الإرهاب لا تتم بالقواعد العسكرية. الإرهاب لا يتم معالجته فقط بالمعالجة الأمنية أو العسكرية. هو في حاجة إلى مخطط كامل وخطة استراتيجية واضحة فيها الأمني والعسكري، لكن فيها السياسي والاقتصادي والتنموي والتربوي والعقائدي إلى غير ذلك، وهذا لا يمكن لقاعدة أمريكية أو غيرها أن تفعله. ونحن نرى أن في أي تواجد عسكري في أي منطقة من مناطقنا العربية هو تدخل في شؤون ذلك البلد، وهو اعتداء على السيادة بالأساس. برغم أن البلدان العربية قادرة اليوم على الدفاع عن نفسها، لكن التشتت الواضح في المواقف وعدم إيجاد إطار تشريعي وقانوني لتقريب القوات العسكرية من بعضها البعض بحكم أن السياسيين يريدون ذلك، هو ما جعل يعني هذا الضعف الموجود في البلدان العربية. لكن لا أعتقد أن القواعد العسكرية مهما كان مأتاها ستأتي بالحلول إلى العرب أو إلى البلدان الإسلامية قادمة. شكرا، شكرا جزيلا العميد مختار بن نصر، خبير في الشؤون العسكرية والأمنية، كنت معي من تونس. أعود للأستاذ سمير حمدي، أستاذ جامعة والخبير الأمني. سيد سمير، فيما يتعلق ب الوسائل المتعددة لمحاربة الجماعات المسلحة أو ما يعبر عنه بمحاربة الإرهاب، سيادة العميد كان يتحدث عن جملة شروط يقول أنها متوفرة في تونس، خاصة التماسك السياسي. لكن بالمقارنة بالرجوع للوضع السياسي في تونس، أن وضع ليس بهذا التماسك، هو وضع سياسيا ضعيف جدا، حكومة صحيح عندها أغلبية برلمانية ولكنها ليست مقتنعة، كل من فيها ليس مقتنع بأطراف أخرى موجودة في نفس الحكومة، وهذا يعني أن التماسك الحكومي غير متوفر إلى حد الآن، مما يضعف قدرة الحكومة على مقاومة الإرهاب. الشرط ليس في التماسك السياسي، يمكن أن نقول أن أهم تحسين لتونس من الإرهاب ليس التماسك السياسي بقدر ما أنه التماسك المجتمعي. نحن نعلم جيدا أن تونس قد استثمرت منذ استقلالها في التعليم، واستثمرت كذلك في حرية المرأة، وبنت مؤسسات جمهورية منذ البداية، وركزت بالأساس على الدولة المدنية، بحيث أن كل الظروف التي يتطلبها الإرهاب من وجود فراغ في المؤسسات غير موجودة في تونس. في تونس هناك دولة، ويجب أن نشير على سبيل المثال أن في أحداث التي شهدتها الثورة التونسية في أحداث ربما في 2011، قامت تلك الثورة وقامت كل تلك ربما قلنا كل تلك الأحداث، ولكن الدولة بقيت متماسكة والإدارة بقيت تؤدي دورها والمؤسسات بقيت تقريبا رغم تلك الهزة التي تعتبر من على هزة الكبيرة، بقيت الدولة تؤدي دورها وبقي المجتمع متماسك. ما يحمي تونس ليس فقط المسألة السياسية، ما يحميها بالأساس هو هذا التماسك الاجتماعي. نحن نعلم جيدا أن تونس ليست فيها طوائف، أن تونس ليس فيها ربما تناحر بين الجهات، أن تونس قد تخلصت ربما من تلك ربما من تلك ما يسمى بكل ما هو ربما تجاذبات قبلية أو تجاذبات عرقية أو تجاذبات طائفية. تونس تتكون من شعب تقريبا متماسك، كل هذه ربما الشروط تجعل من المجتمع تقريبا محصنا ضد الإرهاب. ولذلك لا نستغرب أن نرى كل المجتمع بكل مختلف أطيافه وكل مختلف أطرافه السياسية يقف وراء الدولة مهما كان ربما في الخط السياسي الذي ربما يحكمها، يقف وراءها في كل ما يتعلق بمقاومة الإرهاب. ويكفي أن نلاحظ كيف أن كل العمليات التي يقوم بها ربما الحرس الوطني أو العمليات التي يقوم بها الجيش الوطني تلاقي ربما أو تلاقي بالتأكيد كثيرا من التعاطف وكثيرا من المساندة من كل فئات المجتمع المدني، من كل القوى المدنية ومن كل القوى السياسية. طيب أستاذ سمير، الحسن الذي يمكن أن يسترد إليه تونس في مقاومة الإرهاب. نعم صحيح، لكن هناك خطر آخر قد يكون قائما يتعلق بالحد الفاصل بين احترام حقوق الإنسان وعدم أخذ الناس بالشبهة وبين محاربة الإرهاب. في تونس هناك أمثلة عديدة جدا لأناس لا دخل لهم، لا ناقة ولا جمل لهم في أي شيء اسمه إرهاب، ولكن متضررون إلى حد الآن سواء بالاعتقال أو بالمتابعة أو بالمراقبة الإدارية. أكيد هو احنا يمكن أن نقول أن في الحرب ضد الإرهاب أكيد أنه ستقع كثيرا من ربما أو العديد من التجاوزات،
ولكن هناك ضمانة الآن أصبحت لدينا موجودة في تونس وخاصة بعد الثورة. هذه الضمانة هي في وجود المجتمع المدني وجمعيات المدنية. اليوم في تونس لا يقع انتهاك دون أن يقع التشهير به من منظمات، ونحن يجب أن نذكر كذلك أن تونس تقريبا لها ربما تاريخ أو لها تقاليد في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. يكفي أن نعرف أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان هي من أول الرابطات التاريخية العربية وربما حتى الإفريقية. أي هو يا أستاذ سمير تنظيميا صحيح من حيث هذا، لكن عمليا لم يكن هناك أي شيء اسمه حق الإنسان. يعني حتى يعني هل أن عهد بن علي كان فيه رعاية لحق الإنسان ومحافظة على حق الإنسان؟ لم يكن شيء من ذلك موجود. نحن لا نتحدث عن الدولة، نتحدث على أن المجتمع التونسي طيب. وعندما يتنظم مدنيا يقاوم هذه الإخلالات. أستاذ سمير حتى المجتمع المدني والمنظمات منظمات المجتمع المدني كثير منها اليوم في تونس مسيس، يعني كثير وكثير منها كذلك نجده يفضح ونجده يشهر بكل التجاوزات. يكفي أن تقرأ في الصحافة التونسية ويكفي أن تقرأ على عديد المواقع الإلكترونية أن هناك عديد الجمعيات التي تشهر بهذه التجاوزات، وخاصة التجاوزات المتعلقة ربما بأشخاص ليست لهم أي علاقة بالإرهاب ووقع فهمتي ربما الاعتداء عليهم بشكل أو بآخر. يعني ما يجب أن نقول أن في كل المجتمعات المتقدمة في كل المجتمعات المتطورة يمكن أن ترتكب الدولة التجاوزات، ولكن من دور المجتمع المدني ومن دور الجمعيات أن تلجم هذه التجاوزات، أن تحاول أن تحد منها، وأن تحاول أن تمارس رقابة أو تمارس سلطة رقابية على الدولة في هذا المجال. واضح. وهو الطريق الوحيد الذي يمكن أن تمنع الدولة من هذه التجاوزات. يعني لا يمكن أن نؤسس لدولة إفلاطونية، ولكن واضح. يمكن أن نؤسس لمجتمع يحد ويلجم هذه التجاوزات، ويمكن أن يخلق نوعا من تجاوز القوى من توازن القوى. أخطر شيء على حقوق الإنسان هو الصمت. يعني عندما يكون المجتمع قادرا على أن يعبر، عندما يكون هناك مجتمع مدني، عندما تكون هناك حرية الصحافة، ذلك أكبر ضمان لمحاربة هذه التجاوزات. واضح جدا. شكرا جزيلا أستاذ سمير حمدي، أستاذ جامعي وخبير أمني، كنت معي من تونس. في تونس أبقى مشاهدي الكرام، أرحب بالناطق الرسمي لحزب التحرير الأستاذ رضا بالحاج. سيد رضا مرحبا بك. حديث كثير يدور في تونس هذه الأيام الأخيرة حول الإرهاب وخطر الإرهاب وخطر الجماعات المسلحة، تقارير تونسية، تقارير أمريكية، أوروبية تتحدث على أنه فعلا هذه المنطقة مهددة بما يسمى بتنظيم الدولة. هل هذا الخطر هو خطر فعلا حقيقي وبهذا الحجم الذي يتحدث به في الصحافة التونسية وكذلك بعض الصحافة الغربية، أم أن الأمر لا يعدو إلا أن يكون يعني تهويلا أكثر منه حقيقة؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا اتصال. مرحبا. والله المنطقة تحت الضغط العالي والنظر الاستراتيجي من القوى الكبرى، وهذا مؤثر أن يقابله منا عزم وحزم ورؤى بالفعل تمس الجانب الاستراتيجي وتخرج من المهاترات والسطحيات. واليوم شفنا التقرير الأمريكي أخيرا صدر، معناها وصدرت وشريت صباح الأسبوع في تونس. نعم. تونس منطقة محتملة صراعات إقليمية. حقيقة هذا يبين أن يراد لهذا البلد لتونس أن يصاغ في صياغة إقليمية جديدة، وهكذا الغرب دائما لا ينظر إلينا كبلدان. نحن ملفات في الأسطول السادس، ولسنا حتى في وزارة الخارجية، يعني حتى كملف لبلد يعني ليس مدرج في وزارة الخارجية، ضمن الأسطول السادس ضمن النظر العسكري فقط، البقايا والمسائل الأخرى هي تابعة لهذا. لذلك هم ينظرون إلينا كمنطقة أو كإقليم وليس كبلدان ذات كيانات ومنها دول. ومن هذا الباب يتحدثوا يعني أن تونس منطقة محتملة لصراعات إقليمية ما بين أيديولوجيات سياسية متعارضة، ويبين هذا أنهم بالفعل يعدون لمثل ذلك. يعني هذا دليل عليهم بأنهم بالفعل يصوغون المنطقة لتكون بالفعل حمالة لمشروع يعني بين ظفرين إرهابي، ومن ثم على طريقة كيسنجر إذا أردت. سيد رضا، هل هم يعدون ويصوغون المنطقة لذلك أم أنهم ينقلون واقعا معيشا؟ يعني لا 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 ينقلون واقعا. لو تركت المنطقة لنفسها دون تدخلات أجنبية
تتدبر امرها مهما كانت المماحكات بسهوله، لان في تونس تحديدا وفي البلاد العربيه بصفه عامه وخاصه شمال افريقيا هنا يعني تجانس كبير جدا. تجانس هو من ميراث الاجداد، من امجاد الاجداد لنا، ان المنطقه مصوغه بصيغه التراضي، ان قبلت الاسلام وعاشت به ورضيت بنظامه، واذا ثم اختلاف في بين اقتراح واقتراح وبين رؤيه ورؤيه، وليس اختلافات مبدئيه. لكن دخول الجانب الاجنبي، وانا اخيرا احد الاخوه من الامازيغ قال لي جاتنا جهات يعني اجنبيه واتصلت بنا، وفرغم انه تونس يعني مساله الاقليات هذه ضعيفه ياسر، الاتصالات قال مشبوهه، وحدثني عنها بتفاصيل عجيبه جدا قد اكتب فيها مقاله لاثاره هذا الموضوع في الجنوب في تونس، والله اعلم ماذا يراد يعني بالالتقاء مع وضعيه يعني اثاره موضوع الاقليات في تونس تقصد؟ نعم، الامازيغ معناها الاخوه الامازيغ الموجودين يعني وهم قله في تونس في جنوب التونسي، ولكن يعني اثاره هالنعره هذه من جديد رغم انهم مسلمين واغلبهم يعني اصحاب تدين زاد، الا ان اللعب على هذا الوتر هو من مقدمات لمشاريع بطبيعه الحال مشاريع استعماريه. الارهاب ما هو فيها الا معناها عنوان تدخل به امريكا، امريكا دخلت العراق بعنوان محاربه الارهاب، اليوم بشوفوا العراق الى اين وصلت. اليوم على فلسطين العزيزه السيسي يصنف يعني اخوتنا في حماس على انها منظمه ارهابيه بهذا الواقع، يعني حقيقه تلاحظ ان الارهاب هو المقدمات وكساحه الالغام بالنسبه لهم اللي تمهد لهم الطريق باش يدخلوا المنطقه امنين وياخذوها باسم يعني المنقذ، كما يقول كيسنجر القوله المشهوره نتاعو اذا اردت منها ان تسيطر فاصنع المشكله ثم قدم الحل. نعم. بالفعل هم يصنعون المشاكل، هم يوترون، هم يثيرون كل يعني الفتن النائمة على أساس أنهم في النهاية يدخلوا باش يقدمون بضع يعني طيب. إعانات لوجستية وما إلى ذلك طيب. ويأخذوا السيطرة التامة. لكن هذا طبعا أستاذ رضا لا ينفي أن هناك خطرا يبقى قائما، وتصريحات نسمعها مرة من مرة إلى أخرى من أشخاص يمثلون تنظيم الدولة مثلا باستهداف تونس، وعمليات تقع آخرها عملية القصرين واستهداف 4 من الحرس الوطني. هذا يدل أنه هناك خطر يعني قادم ولا بد من مواجهته يعني، لكن يبدو أنه ليس هناك اتفاقا عن كيفية مواجهة هذا الخطر، اتفاق تونسي داخلي أقصد يعني. أولا أسأل من تنظيم الدولة؟ تنظيم الدولة نكرة، تنظيم الدولة فهمتي معناها هو بورصة سياسية، تنظيم الدولة يعني حقيقة هو منها ملتقى نفوذ عدة دول، ولحد الآن ما تبينش الهوية بتاعه السياسية أو الفكرية، ولا حتى يعني ممثلة في أشخاص يعني يمثلوا جهة سياسية يسموها مكتب ولا يسموها غير ذلك. لذلك احنا نتعامل مع مجهول، ونسبة كل شيء لتنظيم الدولة هو من باب يعني منها إلقاء التهم جزافا، مع أنه هذا التنظيم مظهر منه على الأقل في التبنيات نتاعه خطير، إلا أن نقول هو ليس قائما بذاته، هو تحت الطلب يعني سير كومون يقوم بأعمال ها هنا وهناك لإثارة يعني ثغرات في ثورة مثلا في سوريا أو الآن في ليبيا ومثل ذلك، يعني فالشبهة كبيرة جدا، بل التهمة مش الشبهة، ولذلك لا بد أن نتنبه وما نقبلش يعني الأمور يعني في نتائجها الأخيرة. والاغتيال تمت في تونس لحد الآن أخي، وأنا أتحدى وأكثر مرة وقمنا بندوة يوم السبت اسمها الإرهاب البعد المحلي والإقليمي والدولي، وبينا أنه ولا قضية إرهابية في تونس يعني فكت شفرتها، ونأكد أن هناك جهة متنفذة هي التي تلعب بالإرهاب. يعني أستاذ رضا، السلطات التونسية تحكي على إيقاف أكثر من 1400 عنصر إرهابي تسميه يعني. جيءوا بهم إلى القضاء. لو جيءوا بهم إلى القضاء لو كنتم صادقين، لأن هذه العناوين أصبح يتعاطون إرهاب متعاطي إعلامي. انظر حتى وزير الداخلية أخيرا يقول احنا باش نحطوا المخبرين، نزرع المخبرين من جهة، هل يقول وزير الداخلية احترم نفسه هذا الكلام؟ حتى لو كان سيزرع مخبرين، هل يقول هذا الكلام؟ هو للتسويق. هو ينجزه، إذا أنت الآن ستحدث فتن في الأحياء وفي القرى وما إلى ذلك باسم أنك تحمل، إذا أصبح الإرهاب موضوع إعلامي، موضوع تسويقي، موضوع لتحقيق مكاسب سياسية، أما واقعيا لحد الآن يعني الحق في الدم لم يبن، ونحن نسأل نقول الشبهة عليهم على من هم في السلطة، إما يعلمون أو يتكتمون أو متواطئون، هذا أصل البحث، أما البقايا فمقدور طيب. عليها. سيد رضا، فيما يتعلق بنفس الموضوع، هل هناك اتفاق داخل تونس على كيفية
مجابهة هذا الخطر، خطر التنظيمات المسلحة؟ هل هناك اتفاق، هل هناك خطة وزارة الداخلية مثلا وبعد ربما اليوم الإعلان عن إعادة الهيكلة في داخل الوزارة، هل تملك خطة حقيقية لمواجهة هذه التنظيمات المسلحة؟ والله لحد الآن هناك كلام، هناك تحويش، وهناك دندنة حول الموضوع دون معناها وضع الإصبع يعني على مكمل الله. المسألة أولا في التشخيص، لحد الآن الإرهاب يعني غير معروف ومشخص في صيغة معناها نهائية حتى ندرك من مصدر الخطر. أخيرا سعيد الثلاثي وهو أمني رتبة عالية قال كلام في جريدة الصباح خطير جدا، قال إن هناك في الداخلية جهة أمنية متنفذة غير مرضي عنها من الجميع، هي التي قامت باغتيالات شكري بالعيد والبراهمي إلى غير ذلك بحرفية عالية. هذا الكلام يخلينا، هذا أمني وتكلم باسمه وتكلم بصفته، ما يخلينا أمام سؤال كبير وكبير جدا في النهاية، ما الذي يجري في تونس بالضبط؟ شكرا جزيلا لك الأستاذ رضا بالحاج الناطق الرسمي باسم حزب التحرير، كنت معي من تونس. مشاهدينا الكرام، بهذا نأتي إلى نهاية الجزء الأول من المشهد التونسي. طبعا خصصنا الحديث على ما يسمى مقاومة الإرهاب، محاربة الإرهاب، الخطر حقيقي أم أنه خيال؟ هل هناك فعلا تهويل؟ يبدو أن المحللين الذين صدرناهم اليوم تقريبا كلهم يتجهون نحو أنه ما يقال في وسائل الإعلام الدولية وكذلك حتى التونسية أن هناك تهويلا كبيرا لهذا الواقع اللي هو موجود، ولكن هناك تهويل كبير له. سنذهب الآن إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ثم نعود لفتح الخطوط كالعادة عبر الاتصال بالهاتف، وأذكر وأؤكد على الاتصال عبر سكايب لأنه أيسر بالنسبة للكثيرين، كما أعتذر أنه لم يخرج هناك الجرافيك، يعني ليس هناك لا العنوان ولا أسماء الضيوف لخلل فني نحاول تداركه في أقرب وقت ممكن. دقائق معدودة ثم نعود، فتفضلوا بالبقاء معنا.